هالناس اللي انا عمالي بشوفها بالطريق كلها كتير في عالم نشوفها بحياتنا، في اي بلد كنا، في اي شارع كنا، في اي منطقه كنا، شوف عالم، هاي العالم كلها، تخيلوا قديش في عالم نشوف بحياتنا خلال ساعه واحده بمشوار مثلا بنطلعه، او خلال 10 دقائق قديش بنشوف عالم. هال 100% اللي بنشوفها خلينا ناخذ بس 1% منهم ايجابيين، 1% منهم بحب انه يتغير، 1% بحب انه يكون افضل وبيبحث عن مصادر افضل. فسبحان الله، هاي بقلت الله اكبر، صعب انه الانسان يغير كل هالعالم هاي اللي موجوده قدامه اذا هو الانسان نفسه ما قبل التغيير. قل لن يغير الله ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. هذا الشيء ما بيمنعني انه اسوي اي شيء فيه فائده. بدنا نحكي عن الثراء المادي لانه مش كل انسان همه الماده، فالثراء المعرفي، الثراء الفكري، الثراء الاجتماعي يعتبر من اهم مقومات والمبادئ الاساسيه اللي بيعيش عليها الفرد الحر. الثراء المادي، يا هل ترى هل كل انسان بيبحث عن الثراء ولا خلاص رضيان بوضعه؟ بقول لك انا خلاص رضيان بوضعي ورضيان بحياتي، وبالاخر بيجي بيشكي بالذنب. ونبحث دائما عن مصادر افضل، يعني حتى الرسول عليه السلام استعاذ من الفقر. فإذا إحنا ليش نكون ناس منحب إنه نعيش دائما حياة فقراء؟ تفكيرنا يكون تفكير فقراء، سواء تفكير معرفي، فقراء بالمعرفة، فقراء بالثقافة، وبنفس الوقت فقراء بالمال، فقراء بالحياة الاجتماعية، فقراء بالناحية المعرفية والثقافية. فإحنا بنقرر إنه نتغير أو ما نتغير. يعني أنا صراحة ما رح أطول في الحديث، تقريبا وصلت الهدف اللي أنا بدي إياه هلأ من ناحية الحديث معكم، من ناحية وصولي للمشوار اللي أنا كنت طالعة له بهالدقائق هدول. استفدت وبعدت هذا التسجيل، إن شاء الله يكون فيه المنفعة إلي وإلكم. يعطيكم العافية.